أول من أجاز الطلاب يومي الخميس والجمعة. في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القهرواني، وهو من كتب المالكية المهمة، الجزء الأول صفحة 36 طبع السعادة، قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنها، وفيها إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها فمكث شهرا، يعني عمر رضي الله عنه، ثم إنه رجع إلى المدينة وقد استوحش الناس منه، يعني من طيلة غيبته، فخرجوا للقائه فتلقاه الصغار على مسيرة يوم، وكان ذلك يوم الخميس، فباتوا معه ورجع بهم يوم الجمعة، فتعبوا في خروجهم ورجوعهم، فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذكورين الخميس والجمعة، فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة.